والقرى المحيطة نتيجة فاسد في اللقاح ضد الحصبة. طبعا قامت مدير الصحة بالحرة بسبع جولات اللقاح لشلل الأطفال، لقحت أكثر من 25 ألف طفل، كانت الأمور سليمة 100%. وفي حملة اللقاح ضد الحصبة قامت بتلقيح أطفال مخيمات، في المرحلة الأولى لم تظهر أي حالات تسمم، في المرحلة الثانية تم تلقيح خلال يوم واحد 60 ألف طفل طبعا في محافظة، لم تظهر هناك أي حالات. ولكن صباح اليوم في مركز جرجناز تحديدا في الريف الشرقي لمعرض عمان، قام المركز بتوزيع عدة لقاحات على منطقة الجار والقرى المحيطة بها. وبعد اللقاح تم اكتشاف عدة حالات تسمم في بين الأطفال، تم نقلها إلى المشافي الميداني ومشافي الطرق والمشافي الحدودية. أكثر من 15 وفية حتى الآن نتيجة الخلل. طبعا أصدرت مديرية صحة الدب الحرة بيانا تناول في موضوع اللقاح، وأن اللقاح هو من منظمة الصحة العالمية، وأن هناك خلل على الأغلب مقصود من بعض أحد الفاعلين الذين ينتمون النظام، قام بإدخال سم أو مادة سامة في هذا اللقاح ضمن منطقة معينة فأدت إلى هذه الوفيات. أما المناطق الأخرى كجبل الزاوية ومنطقة كمبل وسهل الغاب وسهل الروج كله حتى الآن تصدر هناك في حالة تسمم في صوت الأطفال إلا منطقة السجار وما حولها. طيب أحمد أسألك، يعني ما مصدر هذه اللقاحات؟ نعم طبعا مصدر هذه اللقاحات كما أشارت منظمة الصحة الحرة في إدلب هي منظمة الصحة العالمية، والاستلام عن طريق دولة تركيا المجاورة. طيب يعني هل تم تواصل مع وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة حول هذا الموضوع؟ ما هي الإجراءات؟ نعم طبعا قمنا بالتواصل مع مندوبي ومديرية الصحة الحرة، وهناك عدد كبير من الأطباء يتواجدون على الأرض، قمنا بالتواصل معهم. حتى الآن تجري التحاليل الطبية ويقوم بأخذ عينات من الأطفال الذين أصيبوا بهذا السم، وتم نقل هذه العينات إلى المشافي الحدودية لفحص هذه العينات. ولكن الأنباء الأولية تشير إلى أن حالة تسمم نتيجة فسد في تلك اللقاحات، ولكن هذه ضمن منطقة معينة يعني محدودة حول منطقة الجار في الريف الشرقي لمعركة عمان، وهذا ما يؤكد أن هذا اللقاح قد أدخل عليه هذا السم بقصد من جهة مجهولة حتى الآن. أما باقي المناطق فإن اللقاح ذاته حتى الآن لم يحدث أي أثر، ولم تجد هناك أي حالات في حالات تسمم في تلك المناطق إلا في منطقة واحدة. نعم، مراسل شبكة شام الريفي إدلب أحمد نور، شكرا جزيلا لك.